نتكلم عن المؤسسين. نرحب بالاستاذ محمد ابو العني. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك. استاذ محمد، ايه اللي لفت نظر حضرتك في مؤسسه الفكر العربي لكي تكون من المؤسسين؟ الحقيقه اتصل بي الامير خالد الفيصل. هو راجل من الناس اللي انا بحترمهم جدا، ودعاني الاجتماع وبدا يتكلم في فكر المؤسسه. ايوه. وبدأ يكلم يقول احنا محتاجين مؤسسة عربية ثقافية أصيلة بتحوي ثوابت الأمة، بتدافع عن هويتها، بتدافع عن ثوابتها، وبتقول للعالم احنا عندنا لغة غنية، وفي نفس الوقت بنتناقش في الموضوعات الثقافية التي تمس تاريخ الأمة وحاضرها ومستقبلها. الفكرة كانت فكرة جيدة جدا، واقترحت على طول ان نعمل اول مؤتمر. اول دورة كانت في القاهرة. ايوه. وكانت برضه تحت رعايه السيد الرئيس حسني مبارك، وحضروها برضه مجموعه كبيره من الكتاب والمؤرخين ورجال السياسه والاعلام، وكان مؤتمر ناجح جدا. ايوه. وبعد كده بدات تنتشر وتعمل لها مقر في بيروت، وبدات بعد كده تنتشر في البلاد العربيه. كل سنه كنا بنعمل مؤتمر في بلد من البلاد، في احد العواصم العربيه. ايوه. والحقيقه في كل الحالات كانت بتبقى تحت رعايه رئيس الجمهوريه او رئيس الدوله. ايوه. وبيدعى فيها يعني المجموعة المتميزة من الكتاب والمفكرين والإعلاميين والمتخصصين في المجالات المختلفة، وبيشجعوا فيها الشباب ويدوهم جوائز ويطرح فيها موضوعات مختلفة. كل سنة كان في موضوع. أي. الحقيقة أنا سعيد بالتجربة. بقى في مؤسسة عربية بتتكلم عن ثوابت الأمة وعن فكر المستقبل. يمكن في بعض الحالات ما بيكلموش عن السياسة كتير. أي. كلها موضوعات ثقافية، لأن المؤسسة غير هادفة للربح، غير سياسية. لا يعني هو طبعا المفروض الحقيقة، يعني أنا دايما كنت أنا بعترض على التوجه ده، لأن المفروض إنه الفكر هو في فكر سياسي برضه. لا صحيح، ولا يجب إن احنا نقول لا ولا ينفصل عن السياسة، نتكلم في السياسة. لكن السنة اللي فاتت الحقيقة أخذنا قرار إن احنا نتكلم. ويمكن الدعوة إلى التكامل او المشاركه مع جامعة الدول العربيه في المؤتمر ده كان نتيجه الاجتماع اللي حصل. واللي انا اتكلمت فيه قلت لا يجب ابدا ان احنا نسيب المواقف التاريخيه اللي بنعيشها دلوقتي والصراعات اللي حوالينا واستهداف العالم كله لينا ومشروعات التقسيم. ونقول لا صح، ما ينفعش نتكلم، نقعد نتكلم عن الثقافه وعن التاريخ، ولا ان الاوان النهارده نتكلم عن المستقبل ورؤى مستقبل. ورؤى مستقبل دي جزء منها سياسي، جزء منها اقتصادي، جزء منها اجتماعي. والحقيقه كان في استجابه كبيره وبدانا نتحرك كده. عشان كده كان في النهارده وبدا التكامل العربي، فكره التكامل العربي. هو جزء منه سياسي. اي طبعا. انا شفت النهارده القاعه النهارده كنا بنتكلم على الاراده السياسيه. اي. اين هي الاراده السياسيه لتحقيق التكامل العربي؟ صحيح. اين هي، كيف نصنع الاراده الشعبيه؟ ندفع بالإرادة الشعبية لتحقيق الحلم العربي الكبير. أيوة. ده شغل سياسي. عنوان هذه الندوة يا فندم تحديات وأفاق. نعم. التحدي من وجهة نظر حضرتك اللي بيواجه الوطن العربي الآن. لا ده تحديات مش تحدي واحد. أنا بتكلم على أهميات. شوفي طبعا الوطن العربي مستهدف وفي خطط لتقسيمه من فترة. أيوة. وللأسف يعني كل بلد عربية انشغل في أمره، وأصبح كل بلد يعني قدامه هدفه أو مجموعة معينة مع بعضها. ده مش هينفع دلوقتي. التحدي اللي بيواجه الأمة العربية كبير جدا، وفي إصرار إنه يتم. يعني ليس تحدي عابر. أيوة. وعارفة أعداء الأمة العربية محيطين بها حواليها كلهم. أيوة. عندك شرقا في ايرانيين، وعندك تركيا فوق، وعندك اسرائيل فوق، ودول دول عاوزه تعمل زعامه في المنطقه. وعاوزه تحكم المنطقه كلها وتبقى هي الزعيم. ايوه. وفي نفس الوقت الاطماع الكبيره للتقسيم. عشان ما يبقاش في قوه تواجه اسرائيل. ايوه. وفي نفس الوقت ثروات البلاد العربيه عاوزين يقللوا قيمتها. واللي ياخدوه ياخدوه بابخس الاسعار، ويتحكموا في المنطقه، الموقع الجغرافي بتاع الشرق الاوسطي كله. وبيخططوا الخطط. طبعا دراسات حصلت وبقت في افكار، وبداوا يغذوا الافكار دي ان هم يستخدموا بعض الشباب عشان يلعبوا معاهم في كل منطقه. التطرف والارهاب. اي. ده تحدي كبير جدا.
يبقى عندك التحدي الأمني تحدي، التحدي الثقافي لمحو الهوية العربية تحدي، التحدي التنموي الإنسان العربي وشكله، كيف نفكر في إنسان عربي مبدع منتج بيستخدم عقوله ويستخدم إيده ويملك ما يصنعه ويملك تكنولوجيا ما يصنعه. ده تحدي كبير جدا، لأن كل الصناعات العربية كلها مستوردة. صحيح، كل التكنولوجيا فيها مستورد. وهما بيشتغلوا دلوقتي بيغيروا التكنولوجيا على طول على طول عشان يبقى ايه القديم قديم وتقل قيمته ويبدا يشتغل في الجديد. صحيح، مراكز الابحاث عندنا ما زالت ضعيفه، رغم ان مراكز الابحاث اللي موجوده بره فيها عرب كتير جدا من سائر البلاد العربيه، بتستعين بكتير من الدول العربيه وبكتير من مصر كمان. بالظبط، في علماء طبعا وفي خبراء وفي مراكز قياديه كبيره جدا بره، لكن هم وشأنهم هناك، لكن ربما لو اتيحت لهم الفرصه هنا وبدات تبقى في مراكز ابحاث تتالق بالاموال العربيه وبالتكنولوجيا العربيه، هنعمل دوره جديده وهنكون لنا كيان متالق تكنولوجيا في المجالات المختلفه. المدارس الحديثه هكون لها دور كبير جدا. العقول الشابه، احنا امه شابه متوسطه 35 سنه الامه العربيه كلها، وده عنوان جيد جدا. عنوان جيد ان قوة الشباب هي قوة ارادة اللي تصنع المعجزات الفترة اللي جاية. وقوة الشبابية دي بنتحسد عليها، لانه الامة العربية كلها في العدد الغفيرة فيها من الشباب لسه قدامهم مراحل كبيرة مرية. غيرنا يمكن في اوروبا عدوا 50 سنة متوسط هناك اوريدي امة عجزت. النهاردة احنا بنتكلم على دور جديد للمرأة ودور جديد للشباب، بنتكلم على تفجير الطاقات العاطلة اللي موجودة، بنتكلم عن تعظيم القيمة المضافة للثروات اللي موجودة. بنتكلم على رؤى جديدة نقول للوحدة العربية. لما كنا الفترة اللي فاتت كله كان بيتكلم ناحية الاقتصادية، احنا عايزين نشوف الجمارك ونطلع ونلغي التعريفة الجمركية والعوائق غير الجمركية، وقاعدين كلنا بنتكلم في محددات صغيرة جدا. حتى لو تمت نتائجها هتبقى متواضعة جدا. في تحديات أكبر وأقوى من دي. الهدف الأكبر بقى كيف نصنع نظم اقتصادية عربية فعالة. ده عنوان مهم جدا طبعا. أنا النهارده كلمت فيه في جامعة الصبح وكنت بركز على النقطة دي. مش موضوع جمارك وخف وزود، لا، ده النهارده ازاي احنا نخلق نظام اقتصادي عربي موحد نعرف فيه انا بنتج ايه والمين، وانا عندي ميزه تنافسيه اقدر اعمله، وعندي ميزه نسبيه اقدر اعملها، والمنتج بتاعنا يروح يستكمل في بلد عربيه تانية. التشجيع بين الافكار دي كله، عاوز رؤى جديده، عايز فكر جديد طبعا، عايز تكامل من نوع جديد، عايز اراده كمان، وعايز الاراده ده فوق كل اعتبار. اراده سياسيه واراده شعبيه واقتناع بخطوره المرحله، وانه مفيش بديل لكده. خطورة المرحلة خطرة جدا والبديل لو ما كانش ده هيتم هنلف فراغ والأمة هتتمزق وهينتصر الآخرين عليها. وأعتقد إنه حان الوقت لهذا التكامل العربي. بالظبط، ما هو النهاردة النداءات والصيحات اللي طالعة النهاردة في جامعة الدول العربية كله بيتكلم على الخط ده. النهاردة شوفي قد إيه بتستنزف الأمة العربية في أهم وأغلى مخدراتها البترول. شوف النهارده سعره كام، وشوف التهريب فيه قد ايه، وشوف الانهيار في الاسعار ده ياثر على ميزانيات الدول دي ازاي. وبعدين بعد كده الحروب الداخليه اللي جوه البلاد بتستنزف برضه قدراتها، فانت عندك قدرات ماديه وقدرات الثروات الطبيعيه اللي موجوده بتنخفض قيمتها بتنخفض، وكل شويه بتحصل تهديدات ان يقول لك انا هطلع لك ايه نوع جديد من البترول، كل شوية في تهديدات جديدة عشان تضرب أهم قيمة للبترول في البلاد العربية. البترول كان ب110 دولار النهاردة تحت الـ50 وبيتهرب بأقل من كده. صحيح، فالنهاردة أنت بتتكلم على تدمير ثروات دول هتأثر عليها. طبعا النهاردة السوق العربي مش زي الأول في نشاطه وحركته وتمويله، لا، في النهاردة في تباطؤ ملحوظ.
يعني حان الوقت الآن للتكامل العربي. ده هو الوقت اللي حان. لا الوقت حان من زمان. أيوة. لكن احنا متأخرين دلوقتي. لكن عاوز إرادة سياسية. السيد الرئيس امبارح قال خطاب. أيوة. خطاب النهاردة أنا كنت بطالب إنه ده الخطاب اللي قاله بالظبط يبقى منهج العمل لمؤتمر القمة القادم. ورقة طرح. أيوة. بالظبط. اللي قاله سيد الرئيس اتكلم فيه على بناء الأمة الحديثة. اتكلم فيه عن الصناعة. واتكلم فيه على دور الشباب. واتكلم فيه على كيفية ان احنا نتحد بإرادة قوية. واتكلم فيه عن المخاطر اللي بتحيط بالأمة العربية. ودعا الكل انه يبدأ يفكر. النهاردة المفروض في الإعلام لدور كبير جدا لنشر الثقافة دي وتهيئة المناخ و يعني الإفصاح عن كل المخاطرات اللي هي توعية للرأي العام كله. أنا أعتقد الإعلام دور كبير جدا والمفكرين والمبدعين والمتخصصين في المجالات المختلفة لهم دور الفترة اللي جاية دي عشان نبدأ نقول للعالم إن احنا أمة يقظة عندنا تارجت وهنحققه إن شاء الله. إن شاء الله. فرصة إن حضرتك معانا ويعني خطفناك كده من المؤتمر. خلينا بعد إذن حضرتك نتكلم شوية في الشأن الداخلي المصري. تحديداً هتكلم على ملف الاقتصاد. الفترة الأخيرة كتير شكاوى من رجال الأعمال. عارفين المشكلات لكن قلما ما بنسمع حلول من أصحاب هذه الشكاوى. نبدأ بملف الصناعة مثلاً. من وجهة نظر حضرتك الأزمة دي في ملف الصناعة تحل إزاي؟ شوف هي الأزمة في الصناعة مش حلها. مش صعب. لا 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 مش حاجة صعبة أبدا. كل شيء محلول. كل شيء بالفكر يتحل. أيوة. هي كلها عايزة مجموعة من السياسات. احنا دلوقتي قدامنا معطيات محددة. دولة إمكانياتها محدودة. تمام. وعندها 90 مليون عايزين يأكلوا ويشربوا ويتعالجوا ويتعلموا. وفي نفس الوقت عاوزين ننتشر في ربوع مصر كلها. أيوة. عشان نعمل صناعة. وعشان نجد فرصة عمل للشباب وعشان نبدأ ننتج بدل ما احنا بنستورد وعشان نبدأ نصدر لأسواق المحيطة بينا اللي احنا بنتكلم على السوق العربي والسوق الأفريقي والسوق الأوروبي اللي احنا ممكن نصدر. أيوة. طيب اما يكون عندنا خطة زي دي اذا انت عايزة تفكر لي تفكير تخلقي من السياسات والتشريعات والممارسات المحفزة انك انت امكانياتك اللي عندي دي تعظمي فيها قيمة مضافة وتقولي ان سوق ومناخ الاستثمار هو افضل مناخ موجود في المنطقة. تمام. يبقى لازم تشوفي كل اللي حواليك بيعمل ايه وانت تشوفي تنافسيتك فيه ايه عشان الكل يجيلك وانت عندك ميزة. عندك 90 مليون في السوق. ايه. دي لوحدها ميزة كبيرة جدا. وعندك موقع جغرافي جيد جدا وعندك امكانيات مهمة جدا وغالية جدا وخطيرة جدا ولها قيمة عالية جدا. طيب انا عشان اعظم ده اعمل ايه؟